تعتبر صناعة الفخار موروثا حضاريا ودليلا ثقافيا، وتعد نشأة صناعة الفخار بتملوس تلبية لحاجيات المواطن المعيشية ومورد رزق لعشرات العائلات. ففي حي 288 مسكن بتملوس، وفي هذا المكان تتفنن أنامل السيدة سامية برغم الطريقة التقليدية في صناعة مختلف الأواني الفخارية. هذه التقنية تعتمد باستخدام اليد والطين، وتختلف التسميات وتتعدد الأشكال الفنية التي زادتها روعة الرسومات المتميزة التي تحمل عبق الماضي وتاريخ الأجداد، وهي عادة تستعمل للشرب سواء الماء أو الحليب أو طهي الطعام. ونصنعوا منها هذه الاواني، سمع شغل فخاري هذه نصنعوها بالطي هذه اللي خدمناها. وتحب نوري لك كيفاه؟ هاي عجينه. صناعة الفخار من الصناعات والحرف اليدوية التراثية القديمة التي تعتمد على رسم التصميم الخاص بقطعة الفخار، وتستخدم مادة أساسية في صناعته هي الطين الذي يتم وضعه في النار ليصبح أكثر صلابة وقوة. وتنتقل للمرحلة الأخرى، شغل أحميوها، شغل كما يقولون أحميوها، شغل المرحلة النهائية باش يديروا هذا الأمر. المرميطة تاع الطياب، كاين اللي يسميها مرميطة، كاين اللي يسميها قصرية. وش يطيبوا فيها؟ هذه يطيبوا بها الجاري، يطيبوا بها الحبوب، يطيبوا بها كلش. شغل هذه نموذج صغير برك. ها نموذج صغير، شغل باش نعرض لكم كيفاه نبداو هيك. ها هذه درك بعد تكبروا واللي مرميطه مليحه كبيره طيب حتى 5 اشخاص. والمرحله الاخرى بعد ما تشكليها هكذا وين تحطيها؟ نحطها هكا لهوه تشيح عامليك الفراره ترجع هكا. درك هذوك جاهزين باش يسمعنا نكويوهم في النار بطريقه طبيعيه تاع بكري، شغل التقليديه تاعنا تاع بكري كنا هكا نديروهم. ويقاوموا السخان ما يتكسروش. ما يتكسروش، يقاوموا ملاحهم لاباس عليهم. كان نعرف لك كيفاه نبداها. تاعنا تاع القرصة هذيك طن يعرفوا تاعنا هادو، ها هاك درك ملس درك نطيبو في النار يرجع صالح للقرصة. هذا الفرة وهذا تاع الكسري، هذا تاع الكسري المطلوع. كل واحد فراح هذا نتاع الكسري ولا شحال يدير؟ 50,000. 50,000؟ ايه والله نتعبوا فيهم بصح 50,000 نبيعوهم. وبالإضافة لذلك أنت ربما شاركتي في معارض هكذا على مستوى البلدية. والله شغل درت بعثوا لي من معارض بزاف وما عنديش باش نتنقل وكلها ما رحت، ما كتبت لي الشغل. شوف معي هذا كيف، هذا تاع كي نطنا حنا تاع البن، هذا تاع البن. ها شغل نديرو كيما هكا ونحطو كيما هكا ونمخضو البن. Sure.
بمحل. ويبقى أمل السيدة سامية التفاتة من الجهات الوصية في دعمها ودعم مشروعها ليوصلها إلى المبتغى. شغل نخدمها، عنديش محل هكا يديرني من الشتاء والريح وكله، ما نقدرش نخدم هذه الخدمة في الشتاء، ونطلب من السلطات المعنية كش ما يعاونونا شوية هكا، هذا مكان.